ترقبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كل زمان لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من الذي يحفظهم؟ من الذي ينصرهم؟ وهم قليل بين الناس، وهم نزاع في القبائل، وهم الغرباء فطوبى لهم. إن الذي يحفظهم هو الله، وهو أرحم الراحمين. مهما تكبر مجرم أو ساد شيطان اللعين، مهما تكالبت القوى فالله خير الحافظين. خير الحافظين لفضيلة الشيخ حفيظ الدوسري. وترقبوا هذه قصصه. فحلف الأب ليذهبن إلى البيت الحرام، تعلق بأستار الكعبة وبدأ يدعو. هذه قصصه. إذا أتت هذه الفتاة فافعلوا بها الفاحشة كلكم، ثم اضربوها ضربا مبرحا حتى آتي وأضحك. انظر الفريسة. هذه قصصه. ورماه صاحبه الذي في السيارة، وأخذ الغلام صاحب اللواط وانصرف ورموه في الشارع. قال لا أنا ما أسمح لكم أن ترونه. قال هذا والده يا فلان. قال حتى لو والده أنا ما أسمح لكم أن ترونه، ما أرضى أن ترونه. قالوا لا بد أن يراه أبوه، اجعله يراه. يقول فدخلنا. هذه قصصه. وبدأت تتمايل وترقص وتغني بكلمات، وما هي إلا لحظات حتى تسقط على أرض المسرح. فيأتون يرشون ماء، فلانة أي فلانة. هذه قصصهم لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمر خطير يا عباد الله، عباد الله، إذا لم تحرك هذه الكلمة مشاعركم وغيرتكم فوالله لقد طفحنوا إيمان قلوبكم. حي على الصلاة، يصلون ولكن ويل لهم عن صلاتهم ساهون. ويل لهم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلون صلاة العصر مع غروب الشمس، تفريط، وصلاة الظهر في الساعة الثانية، وصلاة المغرب مع العشاء، وصلاة الفجر مع طلوع الشمس. تهاون. كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ لا بأس أن تؤخر، فهو مشغول مع صديقه يتناول معه رشفات الشاي والقهوة. لا بأس أن تؤجل المباراة على أشدها، ووضع الفريق المفضل محرج يستدعي المتابعة. انظر في صلاتنا. نعم إنهم يصلون، ولكن صرفتهم الصوارف والملهيات، ولكن وازدادت في بيوتهم المنكرات، ولكن ما بال أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها. يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر، صلاتهم مرتع للوساوس والهواجس. وآخرون، إن زوجي لا يصلي، لا يصلون، إن زوجي لا يصلي، لا يصلون. أقولها فتيقنوا ماذا تعني. لا يصلون. زوجي لا يصلي. ويله ماذا ضيع، لقد ضيع ركن دينه. ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته. حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع الزواجر؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى. الله أكبر، الله أكبر. ثم يكون اللعب عنده أكبر، ومشاهدة الأفلام والمباريات أكبر، والبيع والشراء أكبر. يسمع منادي الله وهو يقول الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خير من الصلاة. صلاتنا تحتاج إلى مراجعة حسابات، صلاتنا تحتاج إلى انضباط. فيا من فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة، ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك؟ إلى متى وأنت بعيد عننا؟ اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. أيها الأخ اسمعها واحفظها، أيتها الأخت اسمعيها واحفظيها، كل شيء إلا الصلاة. والله ما يسمع الرجال إلا الانضباط في صلاتهم مع تكبيرة الإحرام. فيا أيها المتهاون في الصلاة، يا تارك الصلاة، اسمع. تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام تقدم يصلون ولكن لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي، مع تعليق لفضيلة الشيخ محمد الفراج، وفضيلة الشيخ رياض المسيميري، وفضيلة الشيخ خالد الراشد. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله قد مات، إن الله قد وكما مات، أن الله مات لا سلطان له على شؤون الحياة. العلمانية، هذه هي العلمانية القبيحة، والوجه القبيح، الشريعة الإسلامية لا تتناسب مع الحضارة. يقولون إنني أطالب كل فتاة
أن تأخذ صديقها في يدها فتذهب إلى أبيها وتقول هذا صديقي. تقول فرخة من فروخ العلمانية القوامة اليوم لا مبرر لها. ففي الظلام بدا العوار وبان السيف وانزاح الستار. لكم وجه قبيح بل مقيت وحقد قد تجج فيه نار. لكم لحن النشاز وكل بوق له قطعان وإليه سار. تظنون الحضارة نبذ شرع وعند نسائنا يلقى الخمار. حجاب المرأة ليس من الإسلام، إن الحجاب لا يصلح إلا في مجتمع قبلي جاهلي. يقولون لا توجد آية قرآنية واحدة تنص على تحجب المرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يقرؤون كتب الكفر والإلحاد ولا يعرفون للقرآن حدا ولا حرمة. حقيقة وهم فروخ العلمنة الذين تربوا على أكف الغرب. حقيقة وصنعوا على أعينهم ورضعوا ألبان الغرب والشرق، والذين غسلت أدمغتهم في دهاليز الكفر وترعرعوا في كنف الإلحاد. حقيقة وعادوا إلى بلادنا يمجون ما لحسوه من مخاط العلمانية القبيح لترتفع على أكتافهم أعمدة الهيكل العلماني. بلاء القوم من أدنى بقومي، خفافيش وأذناب صغار. إذا غاب الرقيب فلا تلمني، وإن غاب الحياء فلا وقار. هذه طريق تدفع الأمة إلى هوة الدمار. اللهم خيب آمالهم وعطل أركانهم وشتت شملهم وقطع ألسنتهم يا أرحم الراحمين. خفافيش الظلام ألا رعويه